طبعا يعني نو واي ميد ان نورواي. طبعا الكلام على واحد من اساطير النرويج بقى ومن اساطير كره القدم العالميه دلوقتي طبعا ايرلينج هالاند، ومعانا واحد من نجومها السابقين الحقيقه اللي تالقوا في الدوريات الاوروبيه المختلفه، لعب في انجلترا مثلا لشيفيلد يونايتد ميدلزبرو، ولعب في المانيا في البوندسليغا لاينتراخت فرانكفورت. معانا يان فيورتروفت طبعا نجم الكره النرويجيه السابق، ضفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. برحب بيك، اهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. Thank you for having me on and thank you for بل شكرا لكم على استضافتي، وشكرا على استعاده على شكرا عن جعلتموني استعيد هذه الذكريات الجميله الخاصه باهدافي، شكرا لكم. يعني خليني طبعا ابدا معك، اهم محطاتك واهم اللقطات اللي مش ممكن ابدا تغيب عن الذاكره بالنسبه لك سواء في الملاعب الانجليزيه، انا عارف انك كنت محترف، لعبت في الدوري الانجليزي مع اكثر من فريق منهم شيفيلد يونايتد وميدلزبرو، ولعبت ايضا في الدوري الالماني مع اينتراخت فرانكفورت. اعتقد ان انني لاعب كره رحاله، لعبت في كل مكان في النرويج وعشقت كرة القدم هناك، وكنت أحلم دوما أن أنتقل للبوندسليغا والبريمير ليج، وبالطبع أن أمثل منتخب بلادي النرويج، فبالتالي كان أحب اللحظات لي حينما كنت أحرز هدف للنرويج، وخصوصا ضد بولندا والذي نشرتموه، حينما نزعت قميصي كان هدف التأهل لنا، وكان وجعل موقفنا مرتاحا بعد ذلك، فهذه أفضل لحظة لي في تاريخي. يمكن العالم في الوقت الحالي كله مشغول وبيتابع طبعا نجم الكرة النرويجية ونجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، وخليني أبدأ الكلام أنه قبل بداية الموسم كان هالاند أو اسم هالاند واحدة من أهم الصفقات في الميركاتو الصيفي، انتقاله لمانشستر سيتي، لكن في الوقت الحالي مستوى هالاند اللي قدمه على مدار مشاركته مع السيتي أهله أنه يكون إن لم يكن أحد أهم لاعبي العالم، ولكن خلينا نقول على الأقل هو أهم مهاجم في الوقت الحالي على مستوى الكرة العالمية. كنت متوقع أو كنت شايف أنه ده ممكن يحصل في خلال موسم واحد بعد انتقاله للمان سيتي؟ أعتقد أن هذا هو ما فعله إيرلينغ هالاند بالفعل حينما انتقل إلى سالزبورغ وتألق في دور الأبطال، فأعتقد وحينما ذهب إلى الدور الألماني تألق أيضا مع بروسيا دورتموند، هذا ما يفعله هالاند، أحرز العديد من الأهداف، وأعتقد أنه وعائلته قد تفاجأوا بالانسجام السريع في الدوري الإنجليزي، والآن كل نادي في العالم يريد أن يوقع لهالاند. هو اختار في الصيف أن يذهب إلى مانشستر سيتي منذ عام ويؤدي بشكل هائل مع مانشستر سيتي، أحرز 42 هدفا حتى الآن، فأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد على مستوى الأندية، وهذه لم تكن مفاجأة بالنسبة لي. هل تعتقد أن لو كان قرار هالاند بانتقال لأي نادي آخر غير مانشستر سيتي ومدرب تاني غير بيب جوارديولا كان ممكن يكون عنده نفس النتائج ونفس المردود؟ نعم نعم، الإجابة نعم. فوالده وعائلته وكل الفريق كانوا يحاولون أن يجد الأفضل لإيرلينغ هالاند، وأتذكر حينما كان ينمو أمامي ووالده عرض علي وأخبرني أنه سيذهب لمانشستر سيتي، وكان الأمر من البداية كان مهما. بالطبع اللاعب يتعلم من المديرين الفنيين، ولكن أيضا المدير الفني يستفيد من اللاعب، واللاعب الآن لديه الكثير ليطوره، هو يحرز الآن العديد من الأهداف، ويجب ألا ننسى أنه لا يزال 22 عاما، فبالتالي أمامه الكثير ليفعله. خليني يمكن بعد مرحلة كريستيانو ميسي، بعد مرحلة رونالدو ميسي، الكل بيشوف أنه المرحلة القادمة أو أنه المستقبل هيكون لكيليان امبابي وإيرلينغ هالاند. هل بتشوف أنه
كون امبابي بيلعب لمنتخب فرنسا هو منتخب دايما مرشح لتحقيق البطولات، وايرلينج هالاند بيلعب للمنتخب النرويجي البعيد شويه عن المنافسه، هل ده ممكن ياثر على حسابات مين الافضل على مستوى العالم ومين الاقرب لجائزه الافضل من وجهه نظرك في نهايه الموسم؟ أعتقد أن هذا سؤالا جيدا جدا. أعتقد أن مبابي الآن بالامتياز الذي لديه يلعب في فرنسا وفاز بكأس العالم من قبل، وهو مؤهل بالفعل، وكذلك المنتخب النرويجي الآن، وكوني مواطنا نرويجيا أعتقد أن هذا ليس الأفضل دائما للاعب النرويجي أن ينافس مثل هذه المنتخبات، ولكن أعتقد أن نعم أن مبابي هو الأقرب. هالاند يستطيع أن ينافس، يستطيع أن يكون أفضل لاعبين في العالم بعد ميسي وكريستيانو رونالدو. لديهم الآن، فكريستيانو رونالدو لديهما وميسي لديهما الآن 15 عاما تألقا فيهما، فأعتقد أن امبابي وهالاند هما أبطال خارقين لشعوبهم، وخصوصا امبابي لديه الشخصية ولديه القدرة على قيادة المنتخب، فأعتقد أن كلا اللاعبين لاعبين عظام ولديهم فرصة لفعل المزيد لمنتخبيهما. بالمناسبة الكلام عن المنافسة المتوقعة يعني في المستقبل بين كيليان امبابي وبين ايرلينج هالاند، في كلام انه ريال مدريد مهتم بانه يشتري اللاعبين دول في موسم الانتقالات المقبل، هل انت مع رحيل ايرلينج هالاند عن الدوري الانجليزي وعن مانشستر سيتي وانه يروح في تجربه جديده لريال مدريد، ولا مع ان يبقى او يستمر على الاقل لموسم او موسمين تحت قياده بيب جوارديولا؟ بالطبع يجب علينا أن نتذكر، يجب علينا أن نفكر ونرى أنه ليس له إلا موسم واحد مع مانشستر سيتي، لديه المزيد ليفعله، ولديه المزيد وخصوصا بعد تحليل أدائه الفترة الماضية. على المدى القصير أستطيع أن أراه أن يذهب إلى ريال مدريد أو أي نادي، ولكن على المدى البعيد أعتقد أنه على المدى البعيد ليس لديه فرصة أن يغادر مانشستر سيتي، وإن كنت أتمنى أن أراه في ريال مدريد. أعتقد أن وخصوصا حينما لم نتأهل لكأس العالم لم تكن لديه فرصة لإظهار ما لديه، فأتمنى له على مستوى على المدى القصير أن يبقى مع مانشستر سيتي ويستمر لموسم أو موسمين. الحقيقة مش بس إيرلينج هولاند اللي لفت نظر الموسم ده، لكن طبعا أوديجر نجم الأرسنال كمان قدم يعني موسم أكثر من رائع، وقام بدور كبير جدا مع الأرسنال اللي الحقيقة مع أرتيتا ظهر بشكل مختلف جدا الموسم ده، وما زال حتى اللحظة هو المرشح الأول للفوز ببطولة البريمير ليج. رأيك في أوديجر، رأيك في الموسم بتاعه مع الأرسنال، وخليني أرجع بعد كده لنجوم الكرة النرويجية بشكل عام. لقد عدت فقط من انجلترا منذ ساعتين او ثلاث ساعات. انا قابلت مارتن اوديغارد، قابلت ايرلينغ هالاند في انجلترا. انا اعرف مارتن اوديغارد منذ ان كان 15 عاما، وكان يريد ان يذهب لريال مدريد، وانتقل بالفعل منذ ان كان عمره 16 عاما، وحينما ذهب الى ارسنال كان لديه فرصه ليتطور. لا اقول أني منبهر بمارتن حاليا، ولكني أيضا أقول أني منبهر بالأرسنال. فالليلة الماضية كان أرسنال رائعا، وكان فريقا قويا جدا. وبالطبع أرى أن أن أرسنال لديه القدرة أن يفوز بالدوري الإنجليزي. بعض التقارير تقول أو بعض الناس يقولون أن مانشستر سيتي قريب من المنافسة، ولكن أرسنال حينما يقابل مانشستر سيتي يجب عليك الفوز بهذه المباراة فقط، وهذا صعب، فأرسنال هو المرشح الأول. المواهب اللي تألقت الموسم ده زي هالاند وزي أوديجر، يعني مارتن أوديجر وإيرلينج هالاند، هل هم في كرة نرويجية أو المسؤولين عن كرة عندكم في نرويج جم وفق مثلا خطة موضوعة أو برنامج تم إعداده عشان يقدم للكرة النرويجية مواهب
ممكن تفيد المنتخب النرويجي، ولا نقدر ان هم نقول انها يعني اجتهادات فرديه او نجوم ظهروا وتالقوا بالصدفه؟ أعتقد أن المنتخب النرويجي الآن لديه مشكلة كبيرة، ولكن هذه المشاكل تختفي حينما يكون لدينا لاعب كهالاند أو مارتن أوديغارد، ولكن ليس لدينا مواهب على مستوى على باقي المراكز، وخصوصا في أمم أوروبا. الآن لدينا في 2024 لدينا حارس مرمى يلعب بشكل مستمر، ولكن ليس لدينا موهبة كمارتن أوديغارد أو إيرلينغ هالاند. بالطبع هما سيمثلان منتخبهما بشكل جيد، وبالطبع سنشجع منتخبنا بشكل كبير، ولكن وخصوصا لأن هذين اللاعبين يلهمان الشعب النرويجي بأجمعه. لو اتكلمت على الأندية النرويجية وخصوصا يعني غيابها عن المنافسة أو الظهور في البطولات الأوروبية، هل بتعاني من قلة الإمكانيات مثلا؟ هل مشكلة مادية، ولا مشكلة فيما يتعلق باللوائح الحاكمة للمنظومة؟ إيه هي سقف الأجور عندكم في الدوري النرويجي بالنسبة للأندية طبعا، وإيه اللي بيمنع احتراف لاعبين مصريين في النرويج؟ أجيب على الجانب الآخر من السؤال. أنا أحب أن أرى اللاعبين المصريين في الدوري النرويجي. أنا أحب الكرة المصرية وأود أن أرى اللاعبين المصريين في النرويج. ولكن للسؤال الأول أستطيع أن أقول أن الموارد، نقص الموارد، وأعتقد أن العملية المالية الخاصة بالأندية تكون عائقا، وخصوصا لدينا في الموسم الأخير تأهل فريقا لنا في دوري المؤتمرات قبل نهائي دوري المؤتمرات، ولم نستطع أن نتجاوز. كان روزنبورغ يلعب في دور الأبطال، ولكن كان يجب عليك أن تبذل المزيد من الأموال وأن تقاوم هذه الأندية الكبيرة. وكل لاعب وكل جيل قد أتى على الكرة النرويجية يتحلى بالمواهب، ولكن من الصعب أن تحتفظ بهذه المواهب. يجب عليك أن تقاتل على كلا المستويين. للأسف خرج الأرسنال، وبالتالي فقد مارتن أوديغر نجم الكرة النرويجية فرصه في تحقيق لقب أوروبي، لكن مازال إيرلينغ هولاند في المنافسة في الشامبيونز ليج، عنده مواجهة صعبة جدا مع السيتي في مواجهة العملاق البافاري بايرن ميونخ. ازاي بتشوف المواجهة دي، وايه هي فرص السيتي في التأهل من وجهة نظرك؟ حسنا، انا اعتقد ان بطولة دوري ابطال اوروبا والطريق الى اسطنبول هو طريق صعب، وسيتحدد من الفائز بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. اعتقد لن تكون مفاجأة ان يكون الطرف الاخر ريال مدريد، ولكن هذه طريق طويلة وصعبة. بالطبع بما اني مشجع لإيرلينغ هالاند اتمنى ان يفوز، واتمنى ان يفوز بالاف اي كاب ويتاهل للنهائي ويفوز بها. بالطبع ارسنال كان لديه فرصه للفوز باليوروبا ليج، ولكن الان عليه ان يركز على الدوري الانجليزي. نعم، الان لدينا مانشستر سيتي في دوري الابطال امام بايرن ميونخ وامام منافس كريال مدريد، ستكون فرصه صعبه لمانشستر سيتي، ولكن يجب على احد الفريقين، بما اني مشجع لريال مدريد ايضا، يجب على احد الفريقين ان يقصي الاخر. فاعتقد ان النهائي ربما يكون بين مانشستر سيتي او ريال مدريد، ولكن ايضا نابولي لديه حظوظ كبيره، ستكون بطوله رائعه بالفعل. انا اتوقع ان هي ازرق ما بين نابولي وما بين المان سيتي. على كل الاحوال بشكرك شكرا جزيلا يان فيورتروف، طبعا نجم الكره النرويجيه ونجم ميدلسبراو وشيفيلد يونايتد واينتراخت فرانكفورت السابق. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.